ستستمر حملة كم الجميلة كظهير شعبي للفريق أول عبد الفتاح السيسي ومساندته، ما قبل ترشيحه وما بعد قبوله الترشيح وما بعد فوزه إن شاء الله برئاسة الجمهورية، ستكون حملتنا هي الظهير الشعبي لهذا الرجل الوطني الزعيم. فريق عبد الفتاح السيسي أنا ناصرية حتى النخاع، وأنا مؤمنة بزعامة جمال عبد الناصر، وبأنه منذ رحيله لم يأتي زعيم آخر أنا اقتنعت به ولا رئيس أنا اقتنعت به، طبعا دي قناعتي الشخصية. إنما أنا بلاقي أنه الفريق السيسي هو يعني نموذج للاعتزاز بالكرامة الوطنية وثقة في الشعب وثقة في أن مصر تستحق أن تكون إرادتها مستقلة وأن يكون قرارها بيدها وألا تكون تابعة لأحد، وقرارها ينبع من مصالحها ومن ضميرها وضمير شعبها. فأنا بأجد أن هذا الرجل خاطر بحياتي، لأن كان ممكن قوي 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 زي ما احنا عارفين احنا كنا يعني محكومين تقريبا من المافيا يعني السياسي قبل كده. والدي رحمة الله عليه هو المرحوم وجيه بازع أحد الضباط الأحرار، وكان قمت عليه أمام منزله حتى ينزل إلى مصر حتى ينزل إلى الرئاسة، ورفعت عليه بكل الطرق إن شاء الله. النائب أبو الحسن حسن الجزار من محافظة إنا. طب لولا أن ربنا كرم هذا الرجل المحترم الفريق عبد الفتاح السيسي وأنقذ مصر وأودى بها إلى بر الأمان، فنحن هنا لدعم الفريق عبد الفتاح السيسي، ندعمه بكل ما نملك. نحن نتحدث عن محافظة إنا بجميع طوائفها وبجميع رجالها وقبائلها، ونحن في الصعيد لست أحزاب ولست أفراق، إنما احنا قبائل عرب وهوارة وأشراف وجميع قبائل محافظة قنا. الحقيقة ان المؤتمر النهاردة كان غامر بعدد كبير من السادة النواب من على مستوى جميع المحافظات، وعدد كبير جدا من إخواننا الشباب اللي لا يقل جودة عن السادة النواب الحاضرين المتحركين داخل الشارع المصري، كلهم على قلب راجل واحد بيأيدوا الفريق السيسي لترشيحه إن شاء الله لرئاسة الجمهورية في المرحلة القادمة. لأن الحقيقة هو الشعب المصري عايز إيه؟ الشعب المصري عايز رئيس يحبه، عايز رئيس يحميه ويحمي أرضه ويحمي عرضه. اتفضل يا حماد. مين هيوصلنا لبر الامان؟ راجل جامد، عشان السيسي وعشان مصر. احنا بنحب مصر. السيسي انت عايز تبقى ضابط في الجيش المصري؟ عجبتني في كلام سيادتك. هتبقى ضابط ايه لما تكبر؟ الحمله انه بيطالب انتخابات مخابرات.